Of Islam, what I have to say on what is happening and injustice that is going on in Palestine for almost these 75 years, I have only two things to say to the world. Number one, the world must know, and the United Nations must know, that whether they like it or not, Palestine will be free forever, inshallah. Number two, we are telling, or we are sending this voice or this message to the world, that they should know that we, the youth of Ghana, we the Muslims and Christians of Ghana, we the citizens of this republic, we are innocent of what our government said. We are not in support of the injustice that our government did. For him supporting Israelis on this injustice. Free Palestine! Zuckerberg, you can't hide. We charge you with genocide. ما ترونه الآن هو مظاهرات في عدة عواصم عالمية في قارات مختلفة دعما لغزة ومناهضة للعدوان الإسرائيلي على القطاع. البعض يقول أن غزة هو أكبر سجن مفتوح، وشخصيا أراه أكبر معسكر للإبادة، بل أكبر من هولوكوست ألمانيا النازية في عهد أدولف هتلر. والسؤال الذي يطرق ذهني وربما ذهنك عزيز المشاهد، لماذا يدعم الإنسان خارج الشرق الأوسط حركات المقاومة رغم الدعاية الغربية المكثفة لشيطنتها؟ أنا فهد التميمي، واليوم راح أحاول أجاوبك على هذا السؤال. جهز فنجان قهوة أو شاي حسب الرغبة، وخلينا نتكلم عن المظاهرات التي تجتاح العالم. قبل ذلك أتشرف بمتابعتكم، ويهمني الإعجاب ونشر المحتوى والاشتراك في القناة. البداية في أمريكا اللاتينية، حيث اتخذت عدة دول في أمريكا اللاتينية ردود فعل قوية ضد الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي. فلماذا بالذات أمريكا اللاتينية؟ يقول عبد الرحمن أبو حسنة، صحفي برازيلي من أصول عربية يقيم في ولاية ساو باولو البرازيلية، إن شعوب أمريكا اللاتينية ممزوجة من شعوب أصلية وشعوب مهاجرين، وكلاهما تعرض لحروب استعمارية أو حروب أهلية أو اضطهاد، كما أن دول أمريكا اللاتينية بشكل عام متعاطفة مع كل القضايا الإنسانية. ويضيف، في البداية أدانت دول أمريكا اللاتينية هجوم حماس باعتباره عملا تخريبيا غير مقبول من الحكومات أو الشعوب، لكن بعد قصف إسرائيل للأحياء السكنية والمستشفيات وسقوط نحو 10,000 قتيل وأكثر من 20,000 مصاب، تبدلت النظرة، لأن ما يحدث أمر بشع من الناحية الإنسانية. ومع استمرار الحرب اتضح أن إسرائيل لا تنتقم من حماس، بل تنتقم من المدنيين وتقصف مستشفيات وكنائس ومساجد ومبان سكنية. ولأن الشعوب هنا حرة، تجدهم يؤيدون الفقراء والمضطهدين،
ومن يتعرضون للظلم الذي ذاقوه هم في الماضي القريب. ومن هناك نذهب إلى أوروبا وتحديدا غربها، حيث يرى الأيرلنديون في القضية الفلسطينية كثيرا من نقاط التشابه مع قضيتهم. وهكذا فمنذ عام 1947 بدأت إيرلندا تنظر إلى إسرائيل باعتبارها مقاطعة تابعة للاستعمار من أجل السيطرة على العرب، كما ينظرون إلى إيرلندا الشمالية باعتبارها محتلة من بريطانيا. وظلت إيرلندا دائما متوجسة من إسرائيل، وهكذا فهي لم تعترف بها إلا بعد 15 سنة من ما يسمى إعلان قيام دولة إسرائيل. وبحلول 1967 ستجعل الخارجية الإيرلندية قضية اللاجئين قضيتها الأساسية، حسب ما صرح بذلك وزير الخارجية آنذاك فرانك أيكن، الذي يمكن القول أنه أسس لعقيدة الدفاع عن حق العودة في بلاده، بل والمطالبة بتعويض كامل للاجئين الفلسطينيين. ومنذ دخولها الاتحاد الأوروبي تصدرت إيرلندا مشهد المدافعين عن القضية الفلسطينية، وطالبت سنة 1980 بإقامة دولة فلسطينية، وستتوالى محطات الدعم. ويمكن تلخيص هذا المسار بتصريح لرئيس وزراء إيرلندا بيرتي آهرن، الذي قال أن بلاده تتدخل في هذا الملف من ناحية بعده الأخلاقي من حيث احترام حقوق الإنسان ومعاداة الإمبرالية. ولا يختلف الوضع كثيرا في سكوتلندا، حيث القضية الفلسطينية تحظى بدعم شعبي وسياسي يقوده الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يقود البلاد حاليا، وذلك بالنظر إلى الشعور بمسؤولية تاريخية تجاه هذا الملف. وهنالك فئة كبيرة من السكان في سكوتلندا تعود أصولهم لإيرلندا، وهي الفئة التي هاجرت خلال الحرب ولها قدرة على التأثير في النقاش العام. والمثال الأوضح هو نادي سيلتيك غلاسكو، الذي يعد من أكثر الأندية في العالم تضامنا مع فلسطين. هذا النادي أسسه إيرلنديون، ومن ثم فما يقوم به هو بمنزلة وفاء للآباء المؤسسين. أما العامل الأخير وهو الجديد، فهو التضامن الذي تحوزه القضية لدى الشباب، وهي الفئة في جزء كبير منها تؤيد استقلال سكوتلندا عن المملكة المتحدة، وناقدة للسياسة الخارجية لبريطانيا، وهي حاليا التي باتت من أكبر المدافعين عن القضية الفلسطينية. وهنالك عامل مهم، المقاطعة، وتبرز المقاطعة كسلاح فعال من وجهة نظر الشعوب. كلما عاود الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي المحتلة، وفي سجل الصراع العربي الفلسطيني مع المحتل ثمت محطات عدة واستخدمت فيها المقاطعة كسلاح في وجه الاحتلال وداعمه، لكنها كانت بقرار رسمي مرة واحدة عام 1948. وفي العقود الماضية استخدمت كسلاح بأيدي الشعوب فقط، وحققت نتائج إيجابية معنويا واقتصاديا. واليوم مع اشتداد وطأة العدوان الإسرائيلي بتكلفة بشرية باهظة ودمار وحرب إبادة يرتكبها الاحتلال في غزة، تعالت الأصوات منذ اليوم الأول للحرب بمقاطعة سلسلة من الشركات الكبرى التي أبدت انحيازا ودعما واضحا للكيان الصهيوني. وفي جانب آخر، فإن سقوط الدعاية الصهيونية المضادة ساهم في تعزيز الوعي الشعبي خارج الشرق الأوسط. من شاهد حلقة المتصهينين العرب سيعرف ماذا أقصد. وصول المحتوى الداعم للفلسطينيين لشريحة أكبر ساهم في زيادة وعي الشعوب الغربية. لذلك عزيز المشاهد، حاول أن تقدم محتوى يدعم القضية بطريقة تساهم في تعزيز المطالبة بالحق الفلسطيني. وإنت تشرب قهوتك في فنجانك، حاول أن تقرأ وتثقف وتدعم أخوانك في غزة بالدعاء والمقاطعة، وحاول أن تنشر بلغات غير العربية لإيصال الصورة الصحيحة للمجازر الصهيونية في غزة. طبتم وطابت أرض فلسطين حرة أبية أبدية.